أرحب بالكاتب والمؤرخ الدكتور بكر خزر المجالي. أهلا وسهلا بك دكتور بكر. يعني لعل أبرز ما جاء في حديث رؤساء السلطات اليوم هو التأكيد على ثبات ورسوخ الأردن خلال 100 عام من عمره، ولعل أبرز ما يميز هذه 100 عام هو نظام سياسي راسخ ومستقر. برأيك ما هي العوامل التي أدت إلى عبور الأردن كل هذه الفترة بهذا الشكل من الاستقرار والثبات؟ نعم، يعني يتميز الأردن منذ نشأته وحتى منذ بداية تأسيسه في عام 1921 أنه أسس على مبدأ الشورى والديمقراطية الصحيحة ومشاركة الشعب لنظام الحكم في اتخاذ القرار ورسم السياسات و عمل الدستور والتشاور. ومنلاحظ أنه على المدى هذا من 100 عام إذا قسمناها إلى عقود نجد أن كل عقد منها يتميز بمواصفات خاصة مليئة بالتحديات، ولكن كان الأردن بفضل حكمة قيادته الهاشمية باستمرار ودائما تعتمد على أسس من التسامح، حتى أنه قد كثير من المحطات ما أو الصحف الأجنبية قد كتبت عن التسامح الأردني أنه تسامح مبالغ فيه، ولكن لا تنازل على أن يكون النظام الوطني الهاشمي الأردني هو نظام من التسامح والمحبة والقرب من الشعب. وكما سمعنا في كلمات رؤساء السلطات ركزوا على هذه الناحية، أنه لم يشهد الأردن أي تصفية سياسية لأسباب سياسية أو لأسباب محاولات اغتيال جلالة الملك الحسين أو حتى الملك عبد الله الأول، كان تعرض لتسع محاولات اغتيال الملك عبد الله الأول. وبالتالي هذه العلاقة التي أسست على هذه الروابط الإنسانية، روابط من الحكمة، روابط من العقد الاجتماعي ما بين الملك والشعب، كل هذه هي الأسباب الأساسية في أن الدولة الأردنية هي قد صمدت وعبرت كل محاولات اختراق الشعب. نعلم تماما أنه الوطن الأردني فيه ثلاثية متماسكة، تتم هذه الثلاثية هي الملك والقيادة هي القيادة والشعب والجيش، هذه الثلاثية متماسكة تماما وهي عنوان هذه الدولة وهي عنوان صمود وثبات هذه الدولة وعبور كل التحديات أيا كانت. ولا يزعزع الأردن أبدا أيا كان تلك الصدمات وتلك المحاولات التي تأتي من قريب أو بعيد في محاولة لتغيير أي شكل من شكل هذه الدولة التي لم تتغير أبدا، لا من حيث المبدأ ولا من حيث المنهج ولا من حيث الثوابت، سواء ثوابت اجتماعية أو ثوابت سياسية أو ثوابت اتجاه القضية الفلسطينية والقدس تحديدا، كل هذه جميعها قد شكلت باستمرار هي صورة الدولة الأردنية الواحدة التي تسير دائما وتطلع نحو المستقبل وتتجاوز كل التحديات والصعوبات بثبات وباقتدار. ودائما يثبت جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه للسلطات السورية التي كانت وعبر هذه 20 عاما الماضية كان فيها مواقف وتحديات صعبة وأمور معقدة على مستوى العالم كاملا، وكنا نحن في أتون هذه المخاضات التي تصير في العالم، ولكن أثبت الأردن بإنسانه الأردني بإخلاصه بوفائه بمصداقيته، أثبت مع قيادته الهاشمية الغالية المخلصة التي تعمل من أجل هذا الوطن، أثبت أنه يصنع معادلة متينة، معادلة قوية. هذه المعادلة هي التي نسميها معادلة ملك وشعب تحت اسم المملكة الأردنية الهاشمية الثابتة باستمرار. نعم، يعني ولربما دكتور بكر يعني المستعرض
لتاريخ الدولة الأردنية على مدار عمرها 100 عام، يجد أن الدولة الأردنية عبرت العديد وتجاوزت العديد من المواقف والظروف السياسية كذلك، والتي نعم. لعب فيها صحيح. دور أيضا في هذا العبور. كما أشرت، أركان الدولة مشتركة، الجيش والقيادة والشعب أيضا. حدثنا أكثر عن هذه الأدوار التي لعبتها أركان الدولة والتي ساهمت في عبورها ووصولها إلى الدولة التي نعيشها اليوم. نعم، يعني إذا أخذنا سمات القيادة الهاشمية، دائما هذه القيادة هي القيادة المعطاءة التي كانت باستمرار قريبة من الشعب، ودائما تقرأ فكر الشعب وحاجاته وتطلعاته. إذا يعني أخذنا في العقود السابقة وحتى المرحلة الحالية، نجد أن الخطاب السامي لجلالة الملك، خطب العرش، الأوراق النقاشية، الرسائل الملكية، اللقاءات الملكية مع مختلف فئات الشعب، سواء كان في مضارب بني هاشم أو في المحافظات والبادية والريف والمخيمات وأي أيا كان، هذه اللقاءات دائما كانت عبارة عن إنشاء وتقوية الروابط ما بين القيادة والشعب، وبالتالي تحسس حاجات الشعب باستمرار عن كثر. أما الشعب نفسه فدائما يثبت أنه المخلص وأنه يقف إلى جانب قيادته في كل مواقعه، ونلاحظ أنه عند أي هبة صغيرة أيا كانت، وعند أي وقفة، وعند التعبير عن أي احتفال للمناسبات الوطنية أو أي شكل من أشكال ربما المساس ولمز القيادة الأردنية، نجد أن الشعب يهب هبة واحدة باتجاه التأييد والحرص على أن والتعبير عن المحبة والالتفاف حول القيادة الهاشمية. أما الحديث عن جيشنا فهذا فعلا هذا الجيش العربي المستوفوي المدافع هو والأجهزة الأمنية الساهرة على راحة البلد، ولا اقتصاد ولا تطور ولا سياسة ولا برلمان ولا أي شكل من أشكال الحياة إذا لم تكن هناك ثوابت لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام، وأيضا التطلع لأن يبقى الأردن هو عبارة عن واحد أمن واستقرار، وليبقى هذا الأردن هو المكان الذي يفيء إليه كل مظلوم أو كل مضطهد أو كل لاجئ. وهذا نشهده حتى هذه اللحظة، أن بلدنا هو موئل لكل من يحتاج إلى العوز والمساعدة. هذا لذلك بمثل هذه الأمور نستطيع أن نترجم الثلاثية، هذه الثلاثية الصامدة الواحدة في دولتنا الأردنية. نحن لا نتحدث عن اقتصاد الذي يتذبذب ويصعد وينزل، لذلك أنني قد أبيت جائعا، ولكن أن أصحو على وطن، لا أن أبيت وأصحو على غير وطن. هذه المعادلة المهمة، وهذه هي رؤية الإنسان الأردني حاليا، ويقدر تلك الصعوبات الاقتصادية وما يترتب عليه من تحديات مواجهة جائحة كورونا الحالية، وما يظهر أحيانا بين الفترة والأخرى من أبناء هذا الوطن الذين ربما يشذون إلى حد ما عن مسار الدولة. لذلك نحن في بلد فعلا مؤسس لا تهزه أي شكل من أشكال تلك المحاولات الضعيفة الجانبية التي قد تلمز في هذا الوطن. وطننا الأردني وطن ينمو باستمرار، يكبر باستمرار، وهو ملتف حول قيادته الهاشمية بإخلاص صادق صريح، يكاد نقول عنه أنه عفوي. نعم، وأنت تتحدث يعني تتحدث هنا دكتور بكر عن 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 قيم. ما الذي نحتاجه اليوم، أو ما هي القيم التي يجب ترسيخها بشكل أكثر وتوريثها إلى الأجيال القادمة للاستمرار بالمسير بهذه الدولة بذات الوتيرة وبنفس المستوى من الاستقرار والمحافظة على التطور؟ يعني
يعني نعم، يعني العملية بناء ثقافة الجيل الحالي، يعني ربما نقول أن هناك لدينا جيل قديم يعيش حاليا، ولدينا جيل متوسط، ولدينا جيل حديث، ولكن المطلوب الآن في هذه المرحلة أن تكون هناك حركة للتجيل، بمعنى أن تفتح القنوات ما بين الأجيال الثلاثة، وهذا ما يعنى به كلمة التجيل. وهذه القنوات عندما تفتح أن يفهم الجيل الحالي ماذا صنع ويصنع الجيل المتوسط، وماذا فعله الجيل القديم. ربما الإشارة من وراء عقد دورة الجلسة اليوم في مبنى البرلمان القديم هو تقريبا كأنهم يستذكرون أول جلسة للبرلمان القديم اللي كان قريب من هذا التاريخ، كان في 2/4/1929، هي كان يوم افتتاح أول جلسة تشريعية وبعد أول انتخابات تشريعية في الأردن، وعقدت أول جلسة وافتتحها جلالة الملك عبد الله الأول في 2/4/1929، وإحنا اليوم 4/4 تقريبا هما. وهذا يدعونا إلى أن نعرف ما المغزى من ذلك، وأيضا أن نعرف أن هذا البرلمان قد تحول إلى متحف يتحدث عن الحياة البرلمانية الأردنية، لنعرف هذه المسيرة من خلال ليس فقط البرلمان، لكن من خلال الشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء هذا الوطن، والتي رحلت وتركت لنا هذا الوطن الذي نعيش. ونسأل الجيل الحالي ماذا ستتركون للجيل القادم فيما بعد، بعد 50 أو 60 أو 100 سنة؟ هل سنقتفي أثر أولئك السابقين الذين بنوا هذا الوطن ونصنع بمثل ما هم صنعوا، حتى نترك للأجيال القادمة التي ستخلفنا أثرا إيجابيا من البناء والازدهار والمحافظة على هذا الوطن؟ لأن عملية الاستمرار في المحافظة على الوطن هي يجب أن تكون استمرارية مؤسسية، على وتيرة من الثقة، على وتيرة من الإيمان والإخلاص والوفاء والانتماء. والذي نريده في هذه المرحلة، وأنا أقول وأعترف أن هناك قصور إلى حد ما في هذه الناحية، يجب التركيز على الثقافة التاريخية ومعرفة تاريخنا الوطني، ولعل الجهود التي تبذل حاليا في مئوية الدولة تصب في هذا الاتجاه. يعني ما تفعله رئاسة الوزراء ووزارة الثقافة والديوان الملكي و مؤسسات الإعلام، كلها هذه هي تصب في هذا الاتجاه، وإن شاء الله أن نصل إلى فعلا تحقيق هذه الأهداف. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي، كنت معنا عبر الهاتف. أرحب أيضا بعضو مجلس الأعيان سيد طلال الشرفات. أهلا وسهلا بك سيد طلال معنا عبر شاشة المملكة. يعني لربما المتابع اليوم إلى حديث رؤساء السلطات الثلاث يلتقط رسائل تشير وتعطي دلالات على أبرز العوامل التي عملت على ترسيخ وثبات الدولة الأردنية خلال 100 عام. وهنا أبدأ من حديث رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، الذي أشار إلى أن الأردن عمل على تكريس قيم الاعتدال والتسامح والوسطية التي لعبت دور في عبور الأردن 100 عام الماضية. كيف تعلق على ما جاء في حديث رؤساء السلطات الثلاث اليوم؟ يا سيدي، أولا أسعد الله مساءكم لك والأخوة المشاهدين، ودعني أقول أن الدولة الأردنية دائما هي دولة قائمة على مفاهيم الاعتدال والوسطية والتسامح وقبول الآخر، سواء كان القبول في يعني الفسيفساء الأردنية مع بعضها البعض أو في المنطقة باعتبارها تلعب دورا محوريا في المنطقة. في الإطار الديمقراطي، الدولة الأردنية هي دولة ديمقراطية منذ التأسيس، ولذلك اجتماع اليوم هو شاهد حي على أن المجالس التشريعية هي نشأت مع باكورة تأسيس الدولة في عام 1921، ولذلك أصبح مفهوم الإشراك والخيار الشعبي و يعني إشراك الأردنيين في صنع القرار السياسي في الدولة الأردنية كان منذ البداية، وهذا يؤكد أن
الهاشميين الأطهار هم دائما يعطون الشعب الأردني دورا في إدارة شؤون الدولة. هذا من جهة. من جهة أخرى التعاون بين السلطات سواء كانت سلطة شرعية أو سلطة تنفيذية أو قضائية في الدولة الأردنية كانت دائما قائمة على الفصل بين السلطات من جهة والتعاون بين هذه السلطات من جهة أخرى. ولذلك الدولة الأردنية دائما كما قلت في البداية تقوم على مفاهيم التعاون بين هذه السلطات من جهة واحترام قواعد الدستور التي ترسخ مفهوم الشراكة الحقيقية بين هذه السلطات وأيضا أن يكون احترام للمفاهيم الدستورية في الأساس الديمقراطي. نعم في رسالتها لربما السلطة التنفيذية تحدثت أن الأردن على مدار تاريخه لم يشهد يوما تصفية لمعارضة أو إقصاء أو حتى إلغاء لأي مكون سياسي، برأيك ما هو العامل الذي أدى إلى ترسيخ هذه القاعدة في تاريخ الأردن؟ يا سيدي هذه في الدرجة الأولى هي تعتمد على سعة أفق الهاشميين. دعني أذكر في الخمسينات عندما كانت هناك الكثير من حالات الاعتداء على مفهوم الدولة في الدولة الأردنية كان جلالة الملك الباني رحمه الله هو مثال لمسألة قبول الآخر والعفو عند المقدرة وإشراك حتى هؤلاء الذين كانوا رغبوا في لحظة معينة من الاعتداء على مفهوم الدولة أن إشراكهم حتى في الحياة العامة والحياة السياسية وأشغلوا مواقع مهمة وأساسية و حساسة في الدولة الأردنية على قاعدة أن يعني لا يوجد إنسان غير قابل للإصلاح ولذلك مفهوم عدم الإقصاء لأي فئة هي من ثقافة الهاشميين ومن مبادئهم التي تقوم على إشراك الجميع في مسألة الحياة السياسية. هذا كان يعني ظاهرا في الدولة الأردنية ولذلك الدولة الأردنية تنال احترام المجتمع الدولي بأسره لأنها تقوم على احترام حقوق الإنسان تقوم على احترام حق المواطن في التعبير طبعا ضمن قواعد الدستور وضمن قواعد وإذا كان هناك اختلاف في أي مسألة من المسائل فالقضاء هو الفيصل والقضاء الأردني قضاء مشهود له بالنزاهة مشهود له ب الاعتدال ومشهود له أيضا بالتخفيف فيما إذا كان هناك خطأ ويعني هذا الخطأ يحتاج إلى إصلاح بطريقة أو بأخرى. نعم شكرا جزيلا لك عضو مجلس الأعيان السيد طلال الشرفات كنت معنا عبر الهاتف.